السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. جاء رجل للعلامة ابن القيم الجوزية يشكو له معصية دائما يرتكبها ويحاول أكثر من مرة أن يتركها، ولكن للأسف سرعان ما يعود المعصية مرة أخرى ويريد الحل من ابن القيم الجوزية. فكان الحل أن ألف كتاب سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو سميه الداء والدواء للعلامة ابن القيم الجوزية، وهو جواب لهذا الرجل ولجميع المسلمين. للأمانة الكتاب تحدث عن أمور كثيرة، عن الذنوب، عن المعاصي، عن حسن الظن بالله وسوء الظن بالله، والاغترار برحمة الله، ولماذا يشعر الإنسان بالضيق رغم أنه يمتلك كل ملذات الحياة، ولماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا، ولماذا لا يذكر الإنسان الله عز وجل إلا قليلا، ولماذا لا يحب الناس مجالسة الصالحين المطاوعة رغم أن مجالسهم جدا رائعة. كثير من الأمور، ولكن راح أخذ أهم النقاط اللي استوقفتني وراح أذكرها وباختصار. لا يوجد شر وداء في الدنيا إلا وسببه المعاصي. خروج آدم من الجنة، لعنة إبليس وطرده من الجنة، غرق قوم نوح، الريح على قوم عاد، الصيحة على قوم ثمود، خسف الأرض بقوم لوط. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي البشر. لا بركة في المال ولا في الأبناء ولا في الوقت ولا في الطعام. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تخيل رزق مكتوب لك ولكنه ما يصل إليك بسبب ذنب ترتكبه. ذكر ابن القيم الجوزية عبارة جدا رائعة وتحتاج إلى تأمل وتدبر وتوقف. يقول: عمر الإنسان هي بحياة قلبه وروحه التي عاشها مع الله عز وجل، ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة ويكون عمره لا يبلغ 20 سنة. تأمل نفسك واللحظات اللي عشتها مع الله عز وجل، ترى هذه عمرك فقط. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله عبارة جدا مخيفة، يقول فيها: لا يوجد أشقى من لم تسعه رحمة الله وقد وسعت كل شيء. وأختم بعبارة جميلة ذكرها ابن القيم في أواخر الكتاب: إذا أردت أن تعلم ما عندك وما عند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. المال والصحة والمنصب ليست مقياس لمحبة الله لك، والبلاء ليس مقياس لغضب الله عليك. هذه المقاييس لا تستخدم مع الله عز وجل. إذا كنت تريد أن تعرف مقدار محبة الله لك فانظر القرآن أين يسكن في قلبك، ساعتها راح تعرف. في النهاية تذكر دائما أن المعرفة هي القوة. دمتم بود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.